إذا جا رفيقك وسألك بده يعمل كمبيوتر، يشتري كمبيوتر أو يركب كمبيوتر ديسكتوب، تمام، بده يطبق كمبيوتر، فإيش هي الريكومنديشنز اللي بتعطي إياها؟ هاتوا أعطونا لنشوف. بالعربي ولا بالإنجليزي؟ بالعربي أول دكتور. بالعربي أول شيء، إيش النصائح تبي تكون؟ على حسب كمان استخدامه هو، يعني لشو بده يستخدم الكمبيوتر. مثلا دكتور، مثلا اذا بده اياه للالعاب نختار له مثلا رامات 64، بده يكون جيمنج الشاب، يعني حسب توصيف، حسب الاستخدام دكتور. تمام، فاول توصيه بده تكون حسب استخدامك، مو هيك؟ نعم دكتور. التوصية حسب الاستخدام، هاي إذا بدنا نقولها بالإنجليزي شلون بدنا نقولها؟ You give him a recommendation for what he gonna use it. For what? He gonna use this computer. ما فهمت عليك، قطعش صوت. طيب. ممكن نقول شايفين لما بيجي يسألك بقول لك انه اعطيني configuration، ممكن تقول له the configuration شايفين have to be according to your usage of the computer، شايفين انه لازم يكون وفقا لاستخدامك انت لهذا الكمبيوتر، تمام، تقول له according to مثلا يعني depended on. أيوة. According to your usage، شايفين it depends on your usage مثلا، أو يعتمد على استخدامك، شايفين تقول له يعتمد على استخدامك، أو ممكن نقول it depends upon the aim of the computer، شايفين على الغاية من الكمبيوتر، ما هي الغاية من الكمبيوتر. فإذا أول شيء إنه configuration، يعني the configuration will be according to the usage، مو هيك؟ سوف يكون بصير دكتور مثلا إذا قلنا له it depends on your usage and financial condition، يعني مثلا كمان كويسة، أيوه كمان كويسة مثلا، شايفين؟ فهاي أول، هاي أول وحدة، إنه يعتمد على استخدامك أنت. طيب غيره، إذا قال لك مثلا I will use it for مثلا for graphics editing مثلا، تمام، او على مثلا for 3D design مثلا، لايش، لمعالجة الرسوميات او مثلا لتصميم ثلاثي الابعاد على سبيل المثال، فايش تنصحه؟ قال له نجيب كرت شاشه يكون عالي، يعني ايش بدك تقول له؟ اجيب كرت شاشه يكون يعني كويس. You need a powerful processor. طيب شو بدك تقول له انه كرت شاشه يكون كويس؟ You must يعني to have a high GPU. ايش هو الجي بي يو؟ ما هو الجي بي يو؟ High performance graphics card. ايوه high performance graphics card، ايوه ممكن تقول له، تمام، you have to sell مثلا، you have to buy a high performance graphics card على سبيل المثال، تمام، يعني تقول له its memory يعني have to be 4 gigabyte at least for example، تمام، انه لازم تكون، يعني لازم تكون ذاكرته الكرت الشاشه على الاقل 4 gigabyte على سبيل المثال، فلازم يكون، فاذا High performance graphics card، ايوه هيك تعبير كويس. طيب غيره، غير الجرافيكس كارد، powerful processes. شلون؟ powerful processor. You need a powerful processor. ايوه powerful processor، ايوه معالج قوي، تمام، تنصحه بمعالج قوي،
يكون مثلاً كور اي 7 مثلاً. على سبيل المثال لو حكينا مثلاً يكون انتل كور اي 7 شايفين؟ يعني تقول له مثلاً يعني I recommend you to buy a Core i7 processor مثلاً شايفين with مثلاً with the newest generation مع الجيل الأحدث الجيل الأجدد طبعاً لأنه بفرق من الجيل للجيل وهون كمان بتنصحه إنه يكون you need HD screen مثلاً تمام HD screen or 4K أيوة for example a wide screen أو ممكن تنصحه تقول له يعني شايفين بالوايد سكرين أو يكون مثلاً HD screen أو UHD screen UHD يعني تكون with high يعني أيوة يعني with high resolution تمام يعني تقول له you will need a screen with a high resolution تنصحه بشاشة طبعاً هاي ليست ضرورة تمام ليست ضرورة ولكن أمر منصوح به أنه يكون السكرين هاي ريزوليوشن يكون هاي ريزوليوشن سكرين غيره شو بيحتاج أستاذ دكتور هاي أحسن موظفة غيره الرام هاي رام يعني لايك 16 رام مثلا تقول له لارج شو اسمه لارج 64 يا انوار شايف يعني تقول له شو اسمه تقول له يعني at least 16 جيجا بايت اوف رام طيب يعني هاي بعض النصائح حتى تعملوا ريكومنديشن عشان هالموضوع هذا اي سؤال طيب انا راح ببعثكم وظيفه ان شاء الله طيب ببعثكم وظيفه مقاله فانتوا شو بتفضلوا في عندي ثلاث افكار يعني انتوا شو اللي بتحتاجوا انه مثلا مقارنه بين سوفت وير ابلكيشن شايفين يعني مثلا نشوف الابلكيشن الافضل مثلا للايمج ايديتنج شايفين لمعالجه الصور للايمج بروسيسنج شايفين شلون او غير يعني غير هالفكره دكتور ما عندنا خبره ما عندكم خبره فيها ما عندنا خبره فيك شغلات غير مقارنه بين انظمه التشغيل مثلا على سبيل المثال ايه هيك ممكن ويندوز ماك او اس واللينكس على سبيل المثال تمام طبعا انتوا كخبرتكم خبرتكم او المعروف عنا هون الويندوز ولكن في عنا نظام انظمة تشغيل اخرى شائعة اللي هي الماك او اس تمام يعني للكمبيوترات الابل واللينوكس اللينوكس شائع كتير ما بعرف اذا بتعرفوا النواة تبعت الاندرويد هي لينوكس اساس نظام تشغيل الاندرويد هو اللينوكس خصوصا جماعة الميكاترونيكس في حدا معنا من جماعة الميكاترونيكس؟ الله يساعدك أن يوفي حدا ضوء له نعم دكتور نعم موجودين بالنسبة للميكاترونيكس يعني في شغلة يسموها الامبيدد سيستم شايفين شلون النظام يكون مضمن في الجهاز يعني في أجهزة تجي إلى نظام مع مضمن فيها يعني نقول مثلا كاميرا نقول مثلا ايش بعرفني مثلا الريسيفر مشغل مثلا ولا الشاشة فهي بيجي فيها امبيدد سيستم يعني سيستم مضمن فيها فلينوكس هو الغالب في هذا الاطار لينوكس بيشتغل اغلب الاجهزه الالكترونيه بكل لينوكس نظام تشغيل لينوكس تعتمد على لينوكس فممكن مقارنه بين انظمه التشغيل تمام وممكن كمان نعمل مقارنه بين مواصفات الكمبيوترات على سبيل المثال يعني
ما بعرف مثلا ممكن نعمل معالجة بين مقارنة بين معالجين مثلا، واحد يكون من رايزن من AMD، واحد يكون من انتل من شركة انتل. او ممكن مثلا نعمل مقارنة بين مثلا القرص SSD والقرص HDD، ما هو الفرق بينهما، او مثلا الـ USB 2 والـ USB 3، او على سبيل المثال بين الكور i3 الكور i5 الكور i7، ما هي الفروقات بينهم. يعني هي معلومات كلها بتهمكم من ضمن. يعني هلا دكتور انت بدك تحدد لنا شيء نقارن بيناته، ولا نحن مثلا بمجال الكمبيوتر نشتغل؟ لا انا بعطيكم، شايف شلون، بعطيكم مقاله وانتم بتستنتجوا منه، شايفين تستنتجوا منه الايجابيات والسلبيات، هذا في ايش بتفوق وهذا في ايش بتفوق. من ضمنها ممكن نقول ان نستخدم في موضوع المقارنات اللي اخذنا الكومبيراتيفز، شايفين، والسوبرلاتيفز ممكن ان يعني هذا الموضوع نستفيده، شايفين، وموضوع ال يعني الريكومنديشنز، وبهمكم انتم هذا الموضوع بهمكم يعني. او حتى في شراء مثلا الموبايلات السمارت فونز مثلا، انت بدك تشتري موبايل، فاول شيء بدك تعمل مقارنه، تمام؟ عندك مثلا على سبيل المثال $200، بدك تشتري موبايل $200، هل انا اشتري مثلا موبايل سامسونج، ما بعرف مثلا من سلسله الاي، ولا اشتري مثلا موبايل هواوي على سبيل المثال، شايفين؟ يعني معلوماتي بنفس الوقت عمليه، معلومات ايضا معلومات عمليه. وهون في هالاطار هاد في كلمات مستخدمه كثير، شايفين، يعني في المقارنات مثل كلمه البنش مارك، شايفين؟ بتعرفوا الموضوع هذا ولا ما بتعرفوه؟ ممكن تعدلنا الفكره دكتور بس بعد اذنك. كلمه بنش مارك، سامعين فيها؟ لا. طيب معيار يعني بنش مارك شلون؟ ايه بنش مارك يعني معيار، يعني اختبار، من حسن نقول ايه، نحسن نقول انه اختبار يعني. شايف لو قلنا مثلا اخر هاتف ايش اسمه من سامسونج مثلا S10 جالكسي نوت، ايش طلع اخر واحد؟ جالكسي نوت 10 بلس مثلا، مو هيك؟ وهيك؟ ايه تمام تمام. وايفون شو؟ 11 اخر واحد برو ماكس. ايش هتقول لرفيقك؟ اقول له شو اخر ايفون نزل؟ ما اشتريته منه؟ اي نوع منهن؟ جبنا منه 10 من الوزن على الشباب هلا. لا تنساني. تقرا. طيب هون شوفوا هون اللهم صل على النبي، هون في عنا بعض الكلمات لازم تعرفوها بهالمقارنات هاي، انه لما اجي اعمل كومبيرينج. طيب لما بتحط انت على سبيل المثال، هلا انا لما نجي نكتب نحن بشكل، تعالوا نفتح نعملكم شيرينج لهون، طيب اذا كانك تقول له انت طلعت شاشه عندكم مو هيك؟ ايه طلعت دكتور. طيب اذا كان انت قلت له نوت 10، او شيء اذا كانك تشوف انت مواصفات النوت 10، مواصفات النوت 10 تمام، قل له جالكسي نوت 10، مو قلت لي نوت 10 اخر واحد هيك على اساس نعرف نوت 10 بلس. طيب هو الاقوى نسمع عنه. سمع دكتور سمع بس ايه. نوت 10 بلس سبيكس، ايش معنى سبيكس؟ سبيكس مواصفات. ايوه سبيسيفيكيشنز، هي اختصار للسبيسيفيكيشنز يعني مواصفات. فهي الكلمه احفظوها، كلمه سبيكس
كلمة سبيكس تمام؟ فبحط له جالكسي نوت 10 بلس سبيكس مواصفات نوت 10 بيطلع لي مواقع طبعا مثل موقع جي اس ام ارينا معروف شايفين سامسونج جالكسي نوت احيانا كلمة بلس ما بكتبوها كتير بحطوا زائد بداله معناتها بلس تمام؟ طيب ننقر عليه فهي هي السبيكس تبعيته السبيسيفيكيشنز تبعيته تمام طبعا هو مسرودة البادي تبعه الجسم او شي النتورك الشبكة اللانش ايما طلع البادي الجسم الديسبلاي يعني الاظهار اللي هي فيها الشاشة والريزوليوشن وغيرها البلاتفورم يعني نظام التشغيل او النظام تبعه يعني الهاردوير الميموري المين كاميرا الكاميرا الرئيسية اللي هي الكاميرا تكون الخلفية سيلفي كاميرا الكاميرا الأمامية الساوند الكومز شايفين الكوميونيكيشنز الاتصالات أو الفيتشرز المواصفات الباتري وهكذا تمام فهاي سبيكس كلمة سبيكس طالع لي السبيكس تبعه على سبيل المثال تمام واضحة يا شباب طيب واضحة دكتور واضحة طيب هلا هاي اذا كان بدي اشوف المواصفات شفت المواصفات طيب اذا كان انا بدي اقارن مثلا الجالكسي نوت 10 بلس مثلا بالايفون 11 مثلا ايش بحط ايش بكتب طلعوا بكتب في اس ايفون 11 ماكس مثلا 11 ماكس على سبيل المثال يعني واحد من الموديلات تبع الايفون او الماكس برو ايش معنى في اس اختصار لفيرسس يعني مقابل او ضد تمام ايوه فيرسس ايوه مقابل هذا مقابل هذا تمام هاي كمان عرفوها الكلمه فاذا جالكسي نوت 10 بلس فيرسس في اس بكتبوها فيرسس ايفون شايفين 11 ماكس برو على سبيل المثال تمام او دخلنا على موقع من المواقع فبقارنوا بيناتهم قارنوا بيناتهم طبعا بيمكن يسردوا السبيكس اول شيء كما شفنا هون يحطوا السبيكس تبعهم هات الابل ايفون 11 برو ماكس مثلا مقابل سامسونج جالكسي نوت 10 ايش بس سؤال دكتور نعم بالنسبه للموبايلات مثلا المقارنه ما بتصير بس بين السبيكس لا ما بس بين السبيكس لا شوف يعني شوف مثلا على سبيل المثال واحدة من الأمور الهامة على سبيل المثال الرام شقد للآيفون شقد بالنسبة للآيفون 4 جيجا بايت شقد بالنسبة للنوت 10 بلس 12 جيجا بايت مو هيك نعم فإذا هاد قد الآيفون 3 مرات هل هذا بيعني انه معناته اداؤه افضل بثلاث مرات؟ بدنا ننظر المعالج كمان؟ لا بدنا نشوف شغله اسمها البيرفورمانس شايفينها هون؟ شو معنى بيرفورمانس؟ بيرفورمانس الاداء يعني تمام؟ نعم فمنشوف البرفورمانس لا يعني اذا كان مواصفاته زيادة يعني اذا كان معالجه التردد تبعه اكبر ورامته اكبر لا يعني انه يكون الاداء افضل شايفين لا يعني هذا الموضوع انه يكون الاداء افضل فهون في بعض المواقع بتعمل اختبارات وبتحط علامات للبرفورمانس للاداء تبعه تمام فهون شوفوا كاتب لكم هون شايفين بقول لكم despite the fact that the iPhone offers only 4 gigabyte of RAM ايش معنى هذه الجمله رغم من الحقيقه ان الايفون فقط 4 جيجا بايت رامه ايوه يقدم 4 جيجا بايت من الرام فقط 1/3 of the huge 12 جيجا بايت featured in Note 10 Plus يعني اللي هي الثلث فقط ثلث الذاكره الضخمه ال 12 جيجا بايت تبعت النوت 10 بلس بنش ماركس الاختبارات يعني شايفين ارنت ايفريثينج شايفين ايوه ليس كل شيء بس الايفون 11 برو ماكس هاز ريتشد ان
Antutu score. شايفين Antutu هو موقع بيعمل اختبارات. شايفين للهواتف. Of an impressive 462,098. شايفين؟ بينما the Galaxy Note 10 Plus on the other hand من ناحية أخرى الجانب الآخر sits in at 35,000. شايفين؟ أو 358,464. شايفين الفرق؟ فرق مبيعات دكتور هذا؟ نعم؟ فرق شو هذا مبيعات ولا أداء؟ لا الأداء هاد كان العلامة تبعيته 462,000 قولوا 462 مقابل 358 أداؤه أعلى بكثير يعني مع أنه رماته 4 جيجا فقط كان أداؤه أفضل بمنيح شايفين؟ فهون بعملوا شو؟ بعملوا اختبارات للبرفورمانس فإذا البرفورمانس تبع الآي يعني الآيفون برو الايفون 11 برو بيكون افضل البرفورمانس افضل مع انه مواصفاته اخفض لا دكتور الاداء متعلق بالمعالج والرام اكثر شيء ما هيك بكل شيء متعلق بكل شيء. بالمعالج وبالرامات وبدقه الشاشه مثلا وبنظام التشغيل كمان بشكل اساسي تمام فأنا صحيح مثلاً هذاك بيعطيني 12 جيجا بايت من الرام هذا بيعطيني 4 جيجا بايت مثلاً هذا ممكن يكون معالجه أسرع تردده هذا أقل بس أنا بالأخير بهمني الأداء وهيك ما بهمني المواصفات هذا أعلى وهذا أو طب بهمني الأداء النهائي شلون بدي اشتغل في إيدي دكتور عندي سؤال بالنسبة للمقارنة بين شيئين فهل لو بتاخذوا كلمات اللي هي الفي اس معناتها الفيرسس تاخذوا سبيكس معناتها سبيسيفيكيشنز والفي اس اللي معناتها الفيرسس شايفين شو بتاخذوا البنش مارك وكلمه بيرفورمانس دكتور بالنهايه بالمقارنه لازم نحط مثلا لازم يطلع معنا جهاز افضل من جهاز ولا كل واحد ومميزاته مثلا لا هلا بشكل عام شوف حتى هاي المقارنات اللي انا بعلكم عليها التابيت بيرفورمانس على الانتوتو حتى بعمل مقارنة بين الأداء العام ومقارنة بين مثلاً الأداء لمعالج واحد فهمتني؟ بعمل مقارنة مثلاً وفق ألعاب مثلاً ألعاب شائعة بعمل مقارنات بيناتها ممكن يعملوا مقارنات ما هو على ألعاب يعملوا مقارنات على برامج أخرى تمام؟ فكمان في تفنيدات له يعني ليست يعني وجهة واحدة تماماً كل المقارنات مبنية على تجربة ولا فقط يعني بقارن المواصفات؟ لا في مواقع مالكم مواقع مختصة بعملوا تجارب عملية تماماً تماماً الجهاز. يعني بفتح مثلاً لعبة نفسها بفتح على هذا الجهاز وعلى هذا الجهاز شايف شوف إيش قد الزمن اللي استغرقته اللعبة لحتى تنفتح على كل جهاز من الأجهزة تمام؟ بقوم نفس العملية مثلاً ضمن اللعبة بشوف هذا الجهاز إيش أطول فيه وهذا الجهاز إيش أطول هذا أطش مثلاً هذا ما أطش شايفين هيك طيب هل المواقع موثوقة يعني ربما تكون هي من ضمن الشركة المصنعة عم تحاول يعني تروج للجهاز لا هلا هي عم تحط لك اول شيء ما هو موقع واحد في عدة مواقع شايف في عدة مواقع طبعا كله ممكن يكون في وراء غايات تجارية ولكن في عدة مواقع وبتعرض لك الاختبارات وبتعرض لك فيديوهات وكل شيء فهمتني تمام يعني انت عندك موقع مثلا موثوق بالنسبه لهذه الامراض يا ترى عندك هذا المعروف المواقع من المواقع المعروف هو الانتوتو هذا موقع معروف في كمان الجيك بنش هذا كوني هذا موقع اخر شايفين كمان هذا من المواقع المعروفه شايفين بيعملوا اختبارات بتحسن انت خلاص تحط شايفين تحط وتشوف شوف هذا مثلا اختبار الجيك بنش مثلا يعني هي جاي من جيك بنش مارك يعني الايفون 11 برو ماكس مثلا على سبيل المثال شو هو هذا السنجل كور لازم يكون يعني احيانا بيعمل مقارنه للسنجل كور واحيانا مقارنات للمالتي كورز شايفين فشوفوا مثلا سنجل مثلا 5422 المالتي 13054 على سبيل المثال جالاكسي نوت 10 بلس 3507 10829 المالتي شايفين الفروقات بيناتهم هاي مثلا الاختبارات الانتوتو وهكذا طيب فهمناها يا جماعة تمام
تمام شفناها. فإذن هيك المقارنات يعني هيك المقارنات يعني، فممكن أنتم تعملوا مقارنات بين مثل ما يعني لكم الأمور اللي بتهمكم، الأمور اللي بتهمكم. أنت مثلا جيت مثلا بدك تتعلم مثلا الـ IDE، تعرفوا إيش الـ IDE ولا لا؟ تعرفوه ولا ما تعرفوه؟ IDE Integrated Drive Electronics. لا Development Environment، بيئة التطوير المتكاملة. أيوة. مثل Visual Studio. تمام، تعلق البرمجة على يعني سبيل المثال. هل أنتوا عايشة بتصوروا علينا لغة برمجة؟ C++. وجماعة الميكاترونيكس على إيش؟ ما بلشوا لسه. طيب، فممكن نجي أنا أقول مثلاً Best IDE for C++. تمام؟ طيب، هلأ شوفوا جوجل. طبعاً جوجل بساعد كتير، بجيب لنا النتيجة أحياناً من الموقع مباشرة. شايفين؟ حاط لك هون مثلاً من هذا الموقع، على سبيل المثال هذا الموقع، عاملين مقارنة Top 10 IDEs، أفضل 10 بيئات تطوير متكاملة for C, C++ developers. شايفين؟ in 2020 and beyond، ل 2020 وما بعد. شايفين؟ فإذا اللي بيشتغلوا بالسي والC++، فحط لك هون Visual Studio Code رقم واحد مثلا، رقم اثنين Eclipse، تمام، رقم ثلاثة NetBeans من شركة سان، من شركة سان هاي NetBeans اللي هي للجافا بشكل أساسي على سبيل المثال، وهكذا Sublime Text Atom وهكذا كودو بلوكس مثلا. طيب أحيانا أنت بدك إياها تكون مجانية ما هي مدفوعة، فبقال له Best Free. أيوة IDE for C++ Programming مثلا. فإذا بدك شيء مثلا أنت مجاني على سبيل المثال، شايف؟ فحط لك أول شيء Visual Studio Code، وينه؟ ما كنا نشوف إذا كان هدول مجانيات ولا ما مجانيات. Editions free paid، هذا شايفين free مجاني paid مدفوع. اثناش best free IDE مثلاً C++ للويندوز 10 على سبيل المثال. نفتح الموقع، حط كل 12. وأحيانا بسردوها من تحت لفوق، هاي يعني كنت تبغوا هذا الأمر كمان. تمام، حطوا رقم 12 رقم 11 وهيك وهن طالعين للواحد. طيب فهون حاط لك فيجوال ستوديو. تمام، فيجوال ستوديو، وطبعا بحكي لك عليه، بحكي لك عليه برايس فري فيرجن افيلبل. شايفين؟ إصدار مجاني موجود متوفر. Upgrade starts from $45 per month. شايفين؟ الأبجريد يعني إذا كانت تضيف مواصفات إضافية ولا كذا، مباشر من $45 بالشهر. تمام؟ فهي واحد منهم. لو جينا مثلا حكينا عن Visual Studio، it's fully featured IDE that works with all major platforms like Windows, Web, Cloud and Android. يعني مواصفات كاملة. شايفين؟ تشتغل مع أغلب البلاتفورمز مثل الويندوز ولا الويب كلاود، على الويب إذا كان بيشتغل أونلاين ولا الأندرويد. Visual Studio ID allows you to write codes correctly and effectively without losing the existing file. خليك تكتب بشكل فعال وكذا بدون ما تضيع الفايل conditions. One can easily zoom into the specifics like the call structure. بإمكانك تعمل زوم، شايفين، ضمن تفصيلة من التفصيلات مثل مثلا الكول ستراكشر إذا كان مثلا يعني فانكشن أو تستدعي فانكشن أخرى. تمام؟ associated functions، الفانكشنز المرتبطة ببعضها، الساينينز and test status. شايفين؟ وهكذا قال لك Visual Studio walks you through with live support for your live support. شايفين؟ as you code مباشرة انه انت عم تكتب كود بيعطيك سبورت، بيعطيك مساعدة. تمام؟
What's interesting, الشيء الممتع فيه is IntelliSense predicts إنه IntelliSense شايفين هذا البرنامج فيه أو predicts the IPIs بتنبأ بالIPIs اللي بدك تكتبه شايفين وبكمل لك إياها تمام وهكذا. طيب هاي واحد. الثاني مثلا كودو بلوكس هذا واحد كمان من البرامج الصغيرة والفعالة في موضوع البرمجة شايفين كودو بلوكس هو C++ and Fortran IDE إذن هو IDE لل C++ والفورتران that available for free إذن هذا free تمام. This is designed to suffice the most domain requirements of the users يعني يلبي أغلب الاحتياجات تمام. طيب فيها plugin support يعني تحسن نضيف عليها إضافات. The price free and open source يعني ما بس free open source يعني حتى مفتوح المصدر. في عندك الإكليبس مثلا كمان من بيئات البرمجة المعروفة والقوية شايفين it's free and open source كمان مجاني ومفتوح المصدر software that works with all major platforms بيشتغل على شو يعني دكتور open source؟ open source يعني مفتوح المصدر يعني كودة موجود تحسن انت تدخل عليه وتغير فيه عرفت؟ تمام. انكلود ويندوز بيشتغل على ويندوز على الماك او اس واللينكس بيشتغل على كل لون شايفين؟ It boasts a wonderful user interface and helps arrange the elements شايفين؟ وشو اسمه بساعدك على ترتيب العناصر وهكذا شايفين؟ عندكم هذول كله. في عندك النت بينز كمان من البيئات المعروفة القوية كمان والمجاني هذا للجافا بشكل اساسي ولكن بيشتغل سي بلس بلس كمان بقوه تمام. في عندكم الكيوت كرييتور كمان هذا مجاني هذا كان من شركه نوكيا بعدين اشترته شركه مايكروسوفت وهكذا تمام. فهي بحط لك مقارنات بيناتهم احيانا بالمقارنات احيانا بحط لك بروز اند كونز كمان هاي بتعرفوها لازم تعرفوها يعني إشي الإيجابيات والسلبيات النقاط القوية ونقاط القوة ونقاط الضعف. طيب نعم إذا كان هم مذكورة مثلاً أو أحياناً في من الكلمات كمان لازم تعرفوها هي الأدفنتيجز شايفين advantages منافع او فوائد استخدام الاي دي ايز مثلا على سبيل المثال والديسادفانتج هي السلبيات كمان هاي لازم تعرفوها دول كلمات لازم تعرفوهم. احيانا بحط لك البروز والكونز مثلا اذا كان قلنا له فيجوال ستوديو او اكليبس مثلا نجي نقول له اكليبس على سبيل المثال pros and cons شايفين هيك مثلا لو فتحنا هذا الموقع طيب شايفين حطوا pros والcons البروز مثلا هذول بالأخضر والcons هذول بالأحمر على سبيل المثال البروز مثلا it's very good and at managing many files يعني جيد جدا في إدارة عدة ملفات under edit تحت edit تمام. Like the ability to manage multiple projects إنه مثل إدارة عدة مشاريع مثلا في أنواع وهكذا. طيب لو جينا مثلا شفنا الكونز why the DB integration is broad لما يكون ال DB integration broad بعيش هي DB many connectors it isn't particularly deep ولكنه ليس عميق بشكل كافي شايفين. The syntax formatting is sometimes painful syntax formatting الفورمات تبع الكتابة يعني شايفين أحيانا بيكون يعني مزعج ما هو جيد to set up مزعج تنصيبه على سبيل المثال شايفين. It doesn't always support things well ولا ما بيكون فيها دائما في دعم جيد على سبيل المثال تمام. واضحة يا شباب؟ واضحة؟ واضحة.
طيب فبشوف انا بختار لشوف ببعث لكم مقالة تنتين مثلا مشان تقروا فيهم وتعرفوا تاخذوا الكلمات المفتاحية اللي اعطيتكم اغلبها تعرفوا شلون تعملوا مقارنات. واحيانا بلزمني كلمة ريفيو، كلمة ريفيو مثلا لو جيت انا قلت له ايفون مراجعة. نعم مراجعة. أيوة. ايوه تماما. لو قلت له ايفون ماكس مثلا ريفيو، شايفين ريفيو نشوف المراجعات تبعيته. شو المقصود بس مراجعات؟ يعني يعني الريفيو اللي بياخد مثل ما تقولوا بياخد مختلف المواصفات والاداء وغيره وكذا وبيعطيك الخلاصه تبعيته، شايف المراجعه تبعيته. في مواقع مشهوره مثل هذا تومز جايد مثلا، تومز جايد شايفين، فبيجي بيعطيك الـ يعني مثل ما نقول الزبده تبع كل شيء. شايفين وهكذا. دكتور بس في سؤال جانبي بالنسبه لتعلم اللغه الانجليزيه. ايوه لو هلا في برنامج هو له مواقع على اليوتيوب هذا الرجل وله برنامج على سامسونج يعني تطبيق ابراهيم أيوة. عادل اسمه يعني مصري هو بيعلم اللغه الانجليزيه باللكنه الامريكيه. ما بعرف اذا انت سمعنا عنه. يعني 4 ملايين مشترك على اليوتيوب يعني كثير مشهور. ما بعرف والله. بعت لي على كل حاجه